أمضت هذه الاحتجاجات يومها 14 بجمعتين، الأولى كانت موحدة في بغداد والثانية حاشدة في 10 مدن ما عدا المنطقة الخضراء. أما الجمعة الثالثة فتترقب موقف القضاء من حل البرلمان. يقول مقربون من التيار إن أنصار الصدر ينتظرون الضوء الأخضر من الحنانة للتحرك نحو أهداف أخرى خارج حدود البرلمان، فيما يتوقع أن تشهد الجمعة المقبلة مرحلة جديدة من التصعيد في حال تجاهل القضاء مطالب الصدر، بل قد يحدث التصعيد في أي لحظة. في الطرف الآخر الأغلبية صامتة باستثناء المالكي الذي يواصل بث البيانات الوهمية باسم الإطار. يؤكد سياسيون مقربون من تحالف الفتح أن العامري غاضب من زعيم ائتلاف دولة القانون وقرر سحب نفسه بسبب مواقف المالكي المتشنجة والتي نسفت المحاولات الأخيرة للحوار مع الصدر، وهو ما بدا واضحا على التضارب في البيانات التي صدرت مؤخرا من الإطار. ولا يبدو أن الصدر يفكر في سحب أنصاره من الشارع في الوقت القريب، بل تشير التحليلات إلى أن زعيم الحنانة يريد زيادة زخم جماهيره خلال الفترة المقبلة تحضيرا للانتخابات الجديدة.